上帝未来都不如你爹。你爹老爹来的。خويا فيها طاسة لان شوبة بنين وين والله لا بنين عمو مات تبارك على الجرام طوبات الزال ياش عميد تبارك ديال المصاب شو لابودي دابا ديال شكون شو لابودي دابا شو لابودي دابا شو لابودي دابا فيلم كمبوديا هو فيلم كوميدي اللي كيعالج واحد الظاهرة إنسانية اللي هي بيع الأعضاء بطريقة كوميدية. والفيلم كذلك تصور بين مدينة الخميسات ودولة كمبوديا. يعني اختارينا الدولة كمبوديا لأن الثقافة ديالها والتقاليد توتالمون ديفيرون على المغرب، شي حاجة اللي جديدة ما عمر سمعنا بها ما عمر شفناها. وبغيت نجيب الجمهور المغربي شي حاجة اللي ما تكونش غير كوميديا فقط، وإنما يخرجوا بواحد الفكرة على واحد الدولة أخرى، شي حاجة تعليمية اللي غيستافدوا من الفيلم كذلك. ورفيق بوبكر اختاريته كبطل ديال الفيلم لأن ديجا خدمت معاه الفيلم الأول اللي بابي دامور وعجبني الأداء ديالو. ألور الفيلم الثاني ناقش معاه هذا السيناريو وعجباتو الفكرة وقلت نعاودو نخدمو أونسومبل في الفيلم. الصعوبات الوحيدة اللي كانوا هو أن رفيق مرض لينا في كمبوديا، كان كيموت ماشي غير مرض، اضطرينا أن ندخلوه للكلينيك لواحد الوقت. قلت صافي غادي نرجعو ما غنكملوش، طلبت منه بأننا نرجعو للمغرب. ساعة في الحقيقة بهرني أنه أصر أنه يبقى تما ويكمل الفيلم. كنخرجوا من الكلينيك كنصوروا المشاهد كنعاودوا نردوا للكلينيك. على واحد 3 سيمانة هذه الصعوبات اللي لقينا، كانت صعوبات ديال المرض ديالو. والصعوبة الأخرى تخطيناها في السيمانة الأولى هي اللغة. كمبوديا ما كيهضروش بالعربية، ما كيهضروش فرنسي، ماشي بالانجلي. الوغ كانت مسائل الإدارية صعب أنك تواصل معهم. والحمد لله عندي واحد دوزامي في كمبوديا اللي كيهضروا شوية ديال الانجلي، هما اللي تكلفونا بالأمور. المسائل مشات مزيانة زعما الحمد لله. الممثلين الآخرين كان زهور سليماني، خديجة عدلي، حسن بديدة، صالح بن صالح، سناء بحاج، سعيد داري. يعني الكاست كان زوين، ممثلين كبار. واقع السينما المغربية أنه بدا كيتحسن كما قلت لك. الا لاحظنا في 10 سنين الاخيره كاين افلام اللي كيعالجوا مواضيع بطريقه جريئه اللي ما عمرنا شفناها من قبل، وكيطرقوا شي مواضيع اصلا اللي ما عمر قدينا نطرقوا لها من قبل. انا كنظن ان السينما المغربيه ولات في واحد الازدهار، ولات كتوصل لاوروبا وكتوصل للغرب، وهذا جميل، هذا زوين. ان شاء الله ما كنبريباري واحد الفيلم في 2019، فيلم الثالث ان شاء الله. ممثلين خصني نقولهم الكذابه كاملين. بعد كنظن شي وحدين، رفيق بوكر، عزيز داداس واخرون. هو كنتمنى من الجمهور المغربي يجي يشوف فيلم كمبوديا، يستمتع واحد الساعة و40 دقيقة بالضحك، ومع ذلك يخرج بواحد يستافد من واحد لاكلتور اسيوية. ونتمنى يجي يشوف ماشي غير كمبوديا، جميع الافلام المغربية باش نزيدوا القدام.